أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بعبق الحرية والتغيير، وجمعة المباركة هي جمعة وحدة شعب. هكذا بدت لنا أبرز عناوينها. في جمعة وحدة الشعب، ملايين اليمنيين يحتفون بالعيد 21 للوحدة اليمنية المباركة، يؤكدون حمايتهم لها بإسقاط نظام الفساد. الرئيس الأمريكي وفرنسا ورئيس البرلمان العربي يدعون علي صالح سرعة التنحي حفاظا على أمن اليمن واستقراره. أمين عام لجنة الحوار الوطني يطالب الزياني والأشقاء في الخليج الكشف عن الطرف الرافض لمبادرتهم ورفع الغطاء عنه. خرج أبناء اليمن بالملايين إلى ساحات التغيير وميادين الحرية في جمعة وحدة الشعب، تأكيدا لتمسكهم بوحدتهم والدفاع عنها من كل المتربصين بها والمنتفعين باسمها. الزميل خالد المنيفي رصد لنا أجواء جمعة وحدة الشعب في المحافظات اليمنية المختلفة. أراد الثوار أن يثبتوا لعلي صالح ونظام حكمه أنهم هم الوحدويون، وأنهم يريدون اجتثاث السرطان الذي ينخر في جسد الوحدة اليمنية، وهو النظام ولا شيء سواه. فأسموا جمعتهم جمعة وحدة شعب. في هذه الجمعة أيضا توافد الثوار من كل حدب وصوب إلى ميدان الستين بأمانة العاصمة. أكثر من 2,000,000 ثائر أدوا صلاة جمعة وحدة شعب في هذا الميدان، وكلهم ثقة أن هذا النظام بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. 21 عاما مر على تحقيق الوحدة اليمنية، حاول النظام خلالها إفراغ هذه الوحدة من مضمونها والتكسب من ورائها من خلال التهديد بالانفصال وانفجار القنبلة الموقوتة حسب زعمه وتشظي اليمن إلى 4 أقاليم. لكن الثوار ردوا على هذا النظام أنه هو من ظل يلعب على وتر الانفصال وتغذيته طيلة عقود مضت، وأن هذا النظام هو الانفصال عينه. يا آباءنا، يا إخواننا في القوات المسلحة والأمن، أنتم جيش الوطن وأمن المواطن. أراد النظام أن يفرق بيننا وبينكم ليستفرد بنا وبكم. لقد خرجنا من أجل حاضركم وثرنا من أجل مستقبل أبنائكم. حاربتكم السلطة في مرتباتكم، حاربتكم السلطة في مرتباتكم وفي علاواتكم وفي ترقياتكم وفي إجازاتكم، بل وفي حرياتكم وكرامتكم. حرمتكم من التأهيل إلا ما ندر، ومن الترقية إلا ما ندر، ومن الحياة الكريمة إلا ما ندر. قدمتكم للموت ليستأثر رموزها بالحياة. عز النظام بإذلالكم، وشمخ بانكساركم، وارتقى بإخضاعكم. اقتحم بكم حروبا متتالية ومعارك متوالية، أزهق فيها أرواحكم ويتم أطفالكم ورمل نساءكم، فأبى أكثركم الضيم ورفض الظلم ووفى بالقسم وساند الثورة. وآن للبقية منكم أن يلحقوا بالركب ويدركوا السبق، فليس في الثورة سابق ولاحق إن خلص القصد وصح العمل. وإلى أنصار التحرير والسبعين، إلى أنصار التحرير والسبعين، يا آباءنا ويا إخواننا، لقد خرجنا إلى الساحات والميادين نطالب بالحرية، فهل نحن مخطئون؟ وبالكرامة، فهل نحن مذنبون؟ وبالإنسانية، فهل نحن مجرمون؟ خرجنا لأننا رأينا جائعكم بلا غذاء، وظامئكم بلا ماء، وعاريكم بلا كساء، ومريضكم بلا دواء، فهل نحن ضالون؟ خرجنا نطالب بتعليم لا يجهلكم، وصحة لا تمرضكم، وثروة لا تفقركم، ودولة لا تقهركم، فهل نحن باغون؟ يا آباءنا وإخواننا في السبعين، هل من الظلم أن نبحث عن العدل؟ وهل من الباطل أن نطالب بالحق؟ وهل من الضلال أن نبحث عن الهدى؟ وهل من الكذب
أن نقول الصدق؟ وهل من الفساد أن ندعو إلى الصلاح؟ يا آباءنا وإخواننا في السبعين، إذا كنتم من السلطة فلماذا لا يقاسمونكم أموالهم ورتبهم ومناصبهم وأملاكهم وضمانات ملاحقاتهم؟ أما علي صالح فنقول له: يا علي صالح، عش ما شئت فإنك ميت. يا علي صالح، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واقتل من شئت فإنك محاكم عليه. حار فإنك باطل، ناور فإنك راحل، جادل فإنك ذاهب، حاول فإنك زائل. هي سنة لا تنقضي أبدا ولا تتحول. يتبدل الحكام أما الشعب لا يتبدل. وأخيرا نقول لأشقائنا في الخليج: شكرا يا أشقائنا على حرصكم الذي لا نشك فيه على اليمن ومصالحه، ولكن المبادرات كالدواء، المبادرات كالدواء، إذا انتهت صلاحيته تحول إلى سم زعاف، فأهلك من حيث أراد الشفاء، وقتل من حيث أراد الإحياء. وقد والله انتهت صلاحية مبادرتكم مع أول قطرة دم سقطت في ظلها. يا أشقاءنا في الخليج، كلما طالت المبادرة أصبحت مناورة، فإن طالت أكثر أصبحت مؤامرة. ونعيذكم بالله من المؤامرات، فهي من خصائص هذا النظام الفاسد، فاحذروه. يا أشقاءنا في الخليج، كنا نطالبكم بسحب مبادرتكم، أما الآن وقد بان لكم حقيقة النظام الذي اتخذ من مبادرتكم غطاء لشرعنة انتهاكاته اللا إنسانية ضد شعبه، فإنكم مدعوون إلى اتخاذ موقف جاد وواضح تنحازون من خلاله إلى تطلعات الشعب اليمني وخياراته المشروعة في رحيل النظام الفاسد ومحاكمته. Yeah.
اليمنيون في جمعة وحدة شعب خرجوا بالملايين إلى جميع ميادين وساحات الحرية والتغيير في عموم المحافظات اليمنية. محافظات الحديدة وإب وتعز والبيضاء وذمار خرج أبناؤها لأداء صلاة جمعة وحدة شعب، حاملين رسائل للنظام أنه لن يفلت جراء سياساته التي احتمدت التخريب وافتعال الأزمات لتهديد كيان الوحدة اليمنية التي ولدت لتبقى. وأكد الثوار في تلك المحافظات أن الحسم بات وشيكا لاقتلاع النظام بما يضمن بقاء الوحدة اليمنية إلى الأبد. محافظات عدن وأبين ولحج والضالع شهدت خروج حشود كبيرة إلى الشوارع والساحات في جمعة وحدة شعب. الثوار في تلك المحافظات أكدوا أن الوحدة لا يمكن التراجع عنها مهما بذل النظام من محاولات لافتعال الأزمات بهدف تهديد كيان الوحدة اليمنية. وأكد أبناء تلك المحافظات أن علم الجمهورية اليمنية بألوانه الثلاثة سيظل كما هو إلى الأبد، لأن اليمنيين جميعهم أبناء أرض واحدة تمتد بمساحات شاسعة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. محافظات المهرة وحضرموت والجوف ومارب خرج أبناؤها كذلك لأداء صلاة جمعة وحدة شعب، وأكدوا أن هذا النظام